مرحبا شباب، يعطيكم العافية. معكم جاك سرياني من ميوزيك جير. اليوم رح فرجيكم كيف رح اركب في غنية فضل جديدة. رح فرجيكم كيف أنا الطريقة بعملها. هذا الكيوبيز عم اشتغل على كيوبيز ال 10 10.5 اي ثينك مظبوط. اوكي، اللي عامله أول شي بفتح ميدي، اد ميدي تراك. اللي عامله رح نقي 8 تراكات. اوكي، اللي هن رح يكونوا درامز، بيرجع بيركشن، يعني البيركشن العربي، بيرجع بيز، بيرجع اكومبانيمنت 1 هلا بسميهم، و 2 3 4 5. اوكي، هلا برجع بروح انا على الدرامز، على الميدي بحط بنقي البي اي 1000. كمان الميدي اوت بدي اياه بي اي 1000. التشانل تبع درامز هي 10. برجع عنا بيركشن كمان كذلك الامر. انا عامل تمبليت، بس اللي رح يصير انه رح فرجيكم اياها كيف هلا عم بعمل انا. هو شغله برجع عندي هون كمان كذلك الامر بالطور، يعني هون فينا نعملهم مره واحده ونسيفهم فاضيين قبل ما نعمل كل شيء. يعني انا هلا كيف عم بعمل رح فرجيكم كيف سيفها. اوكي، لكن احنا هون صار عنا درامز بيركشن بيز اكومبانيمنت 1 2 3. هلا بنرقمهم، حطيناها 10 للدرامز. بيرجع عنا البيركشن هي 11، بيز هو 9، كومبانيمنت 1 هو ال 12، بيرجع ورا بعضهم 13 14 15 اخر شيء 16. اوكي، هون اللي رح نعمله من بعد ما عملنا السيتنجز بالكيوبيز، هون رح نعمله رح نقي الاليت بقلب الايقاع، بنفوت ريكورد نيو ستايل. اوكي، ريكورد نيو ستايل، ونفوت تنقي كل واحد شو بدنا على يعني الاليت اللي بدنا نستعملها بالانترو. اوكي، هلا اللي رح نعمله انا رح احطهم على الفاريشن 1 وبنقلهم على الكلب. لكم طريقه هلا كيف تنفترض نقينا درامز، حطيت انا بدي هالدرامز يعني بقرب قد ما في للايقاع. اوكي، 100% هاي الزقفة بدي اياها مع الساقات. اوكي، دهولا فيها رق تمام، تقريبا زيت الكيت يعني قريبة للغنية. برجع من بعدها اذا بدي بيركشن برجع بستعمل بيركشن. من بعدها بنقي البيز اللي بدي اياه. هلا هون شيء هذا بيرجع لكم، كل واحد بيحب ينقي بيز معين، يعني دارك بيز. اوكي، تنفترض هيدا. هلا اكيد نرجع نعمل ميكس لبعدين، بنحطهم 100، نرجع نعمل ميكس بعدين لكل صوت بدنا اياه. عنا اول ميكس اللي هو من برا وعنا ميكس من جوا. هذا رح استعمله دي اكس بيانو. جيتار، بدنا كمانجا. هلا مش احط كل الالات، بس انه تقريبا انا شو بدي، يعني شو المطلوب. اوكي،
هيدا مع ليجاتو، هيدا بدون ليجاتو. اوكي بنرجع شو بنعمل؟ بنسيف رايت وبنسيف مطرح اكيد ما يكون شيء عليه، وبنسميه كمان فنفترض فضل. اوكي بنرجع نطلع لبرا. اكيد برجع بفرجيكم السيتنجز انا عملها، بركي بنزلكم اياها. الميدي لازم هي تكون من ايميل لوكال كنترول، الميدي ان بده يكون كل شيء مطفي، وهو لازم يكونوا هالشكل. تركيكم اياهم هول التشانل تبعولهم، والميدي اوت لازم يكون كله مطفي والابر وان. وما ننسى الفلتر كرمال تشريق بنطفي كل شيء، الفلتر لبرا يعني ما يوقف لنا شيء. اوكي هلا اذا بنروح نحن على الكيوبيز صار فينا نستعمل، اذا بنحط فاريشن 1 اللي هي فضل، بنلاحظ انه تنقى نحن ايناهم على الفاريشن 1. ما ننسى الدرام كيت اللي عندنا ايناه، هالبيز اللي عندنا، دي اكس بيانو اللي عندنا، والكمانجا اكومبانيمنت 5 يعني تشانل 16. اوكي هلا رح نروح على الكيوبيز. اوكي هلا نحن بالكيوبيز اللي عنا هي لكن درامز مثل ما حطيناه هون، بيركشن بيز اكومبانيمنت 1 2 3 4 5 6 6 سوري هي الغنيه حطيتها انا، غنيه فضل، وجبت لها سرعتها. السرعتها هين الطريقه تنجيب كثير سهله، يعني ممكن تفرق شوي صغيره. اوكي فيكم تعملوا تاب تيمبو على الكيبورد وبتعرفوا سرعتها، يعني تقريبا بتعطيكم السرعه اللي انتم بدكم اياها. اوكي اللي رح يصير هلا هي سرعتها 88، حطيتها 88. اذا ببص 1 اوكي تمام. اللي حبلش فيه انا رح بلش بالدرامز. هلا كل واحد عنده طريقه تركيب، انا بركب بلش بالدرامز. اوكي نلاحظ انه عنا، نتأكد انه الميدي موصول وعنا سينيال هون 100%. اوكي تحت بلش فيها، تشو كيف نبلش هي. اوكي واحدة طويلة. اوكي رح بلش فيها انا. اوكي رح اكتفي انا، هاي الانترو بدي اعملها انا، فيني ارجع اسمعها، فيني احط سولو، بعمل لك كوانتايز. اكيد هيدي كلها رح تكون 16، وبعدل اذا في شيء بعدلها فرد مره من هون، يعني هي مثلا الوحده ضم ايه في وحده ضم بيناتهم.
هم صار لنا ضربة. برجعنا بتراش نحطها كمان. هلا اللي حامله هلا برجع بقول لكم كل واحد عنده طريقه بالتركيب. انا بهالطريقه بركب، ممكن في منهم بيفتحوا رق لحال، الكيك لحال، درامز. طريقه هيني فينا نعمل دوبليكيت. اوكي، اذا بتحبوا تسجلوا كل واحد شيء دوبليكيت. بنمحي هيدي اللي حطيناها، بنسمي هيدي رق مثلا. هي بعدها اخذه زيت ال الشانل. اوكي، اعتبرنا سجل رق اللي هي سجل الرق. هلا نسجل هذا اللوب. اوكي، هون وقفت، خلصت الوحده. نمحي هولي لانه بفوت هون فات صعيده. بعمل كوانتايز للي عملتها وبكمل عرق. شديد كمان كوانتايز. اكيد اللي عم يركب اكيد بيعرف كوانتايز، فيكم الشورت كات تبعه ولا مختصر يعني الكيو. اوكي اوكي، هات نسمع الدرامز. نسمع الدرامز مع الرق. فينا ننشر اغنية فضل على صوت واطي. اوكي، كمان بعمل دوبليكيت. فيني زيد هلا فينا نحطهم مع بعضهم وفينا نعملهم. اوكي، صرتوا تعرفوا كيف، لانه انا معوض مع بعضهم وبمكسج بقلب الايقاع. كل واحد عنده طريقه. انا لحط مع الرق، لحط ال لحط الطبله. اوكي، هات نسجل.
لانه انا مش لاعب شي تريولي، فينا نعمل كونتاج للكل، اما بحدد المطرحه بدي انا اللي حنعمله. رح سجل هون اللي عملته انا هلا. زدت الكاتم، زدت الكاتم اللي هعمله هلا. رح زيد هذا البارت اللي زدته انا. هلا بس ما يكون العربي لحال اخر شيء. برجع من بعد ما خلص هيبقى بدي احط ساقات وزقفه، وبدي اعوز قصص سبيركشن مغاربه هن حاطين فيهم تريانجل وهيك قصص، لحط الزقفات بعد فيه. فيني اقدم طب اطول كثير. ساقيت وزقفة. هلا بالمبدا يعني تقريبيا برجع بعد بعدل انا يخلص الايقاع، بس هذا الايقاع صار بدون، اذا بدنا نقول ليك رح اعمله تسمعكم، رح املكم البيز منه قد ما في بجرب من البيز، بس تسمعكم كيف صار الايقاع لحال. حط في فضل هذا الايقاع، نلاحظ انه مقرب كثير على الاوريجينال. اوكي سمعتوا الايقاع كيف طلع حلو كثير. الكيت هاي مفتوحة بالأورج يعني ما كان في ركب عليها، وكتير حلوة طلعت. اوكي هلا انا سجلت هذا، برجع من بعدها بسجل البركشن اللي بدي زيد قصص تريونج قصص بركشن. من برجع بعدين بسجل البيز. هذا البيز وين هو؟ اوكي انا بعمله سلايد حتى العب بيز. اوكي فوق عم بركبها بعد هلا سمعتها شوي وبلشت فيها. اوكي
البيز بس اسمع الاكوريت تطلعون. ما جرب بجرب على طول تاس اول شيء. انا حطيت بيز برجع بتاكد من الاكوريت طلعونا مهلي ما في مشكل واكيد داكس بيانو بس انا طبعي كثير برجع بعلب الشغل يعني ضل نجرب هذا طبعي انه جرب جيب الاكوريت 100% برجع بسمع لحاله سولو نبدأ بين الأكوريت شاطين ميوت اوكي سوري بس انا هيك بركب تطلع معي الانترو 100% يعني ما بيعرف اللي بيركب انترو ميدي بتاخد شغل بس رح فرجيكم عن جد قد بتاخد شغل مش هيك عم فرجيكم مزبوط قد عم تاخد وقت معي إذا بين غلطة اللي صارت هينة عرفت الأكوريت لأنه حد اكس بيانو وبسمعكم اياها لانه اذا بتسجلها كلها بتاخذ لها معي شي 4 ساعات صراحه
اوكي اكيد بعد بظبط فيها بس انه اوكي هون لاعبين تريولي هو اللي عم بعملهم عم ظبط انا التريوليه اوكي اوكي من هون مرة واحدة سامعكم اياها ما حكمل اكثر من هيك بس انه هاي الفكره انا كيف ركب ميدي ورح ارجع افرجيكم اعمل سيشن ثاني يعني سجلكم فيديو ثاني كيف طريقه اذا بدنا نركب على الاورج هلا على الاورج اسرع بس على الكيوبيز يعني على الميدي اذا بنكتبهم نوت بيطلعوا يعني بيطلعوا كثير قراب من الغنيه مثل ما لاحظتوا بتاخذ وقت اكثر بس بيطلع شغل بروفيشنال اكثر بكثير اوكي رح اعمل رح وطي شوي الغنيه رح يمن على البيز تما يضرب على الايقاع حتى بس خلي شوي من الدهاي مش اكثر ولا اقل وبنسمعها سوا هذا الكيبورد قدامي لفرجيكم الكيبورد قدامي كيف بركب دغري دايركتلي منه بدون ما يعني كيوبيز والبي اي 1000 دغري قدامنا ما في اهين منه والوصله عملت فيديو كيف نوصل وكيف نعمل اوكي مرسي لكم وان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا بليز اشتركوا بقناتنا اليوتيوب ميوزك جير سبسكرايب ومرسي لكم